أكيد أكيد مبسوطين إن إحنا نكون موجودين هنا في دولة عربية وأصدقائنا وحبايبنا هنا في الإمارات، مبسوطين إن إحنا جايين ماتش زي ده بنلعب فيه بطولة آخر مرة كسبناها فيها كان من سنتين، وبنسعى إن شاء الله إن إحنا نكسبها للمرة التانية. إحنا هنا موجودين عشان إحنا بطل الدوري وبطل الكاس، فبنسعى نحقق حاجة رقم ممكن محققوش الناس كتير في أجيال نادي الزمالك اللي فاتت، اللي هي الثلاثية تكسب 3 بطولات في سنة واحدة. فبنتمنى إن شاء الله نعمل كده ونكتب تاريخ لنفسنا. يعني السنتين اللي فاتتين على زيزو هو أهم لاعب في الزمالك أو من أهم لاعبي الزمالك، بيقدم مستوى مميز وأرقام كبيرة. إلى أي مدى شايف الأرقام اللي بتحققها في الفترة الأخيرة دي تمثل دافع ليك أو ضغط عليك في كل مباراة؟ وهل مباراة الكاس الأخيرة اللي زمان كان يفوز بيها على الأهلي هتكون بالنسبة لكم دافع، ولا شايفين الجمهور الأهلي هيبقى أكثر حرصا أمامكم في مباراة زي دي؟ والله الواحد ما بيفكرش في الحاجات الشخصية ليه، هو بيعمل إيه أو أرقامه إيه، على قد ما بيفكر إن هو يحاول يساعد الفريق إن هو يكسب بطولات أو يحاول يبقى بيساعد زمايله إن هم يحققوا حاجة. بالنسبة لي مش عليا ضغط خالص ان انا احقق ارقام او حاجة، طول ما انا شايف ان الفريق بيكسب وطول ما انا شايف ان الفريق بياخد بطولات ده بالنسبة لي اهم بكتير من ان انا احقق حاجة. زيزو ما عملش الارقام دي لوحده، بل بالعكس اللعيبة اللي حواليه هي اللي ساعدته ان هو يحقق الارقام دي. فطول ما اللعيبة كويسة مع بعض وطول ما اللعيبة مع بعض اكيد زيزو هيبقى احسن. سؤال مصطفى جويري رئيس المنظومة العالمية للفريق، ده سأل كابتن زيزو طبعا بوفاة المباراة والمحاميات الزمالك حقق فوز وقت الصلاة كده، هل في اداكوا ثقة زيادة وحاسين المباراة مش سهلة وكده، ولا رؤية اللعيبة ايه؟ تقريبا الماتش ده كان من 3 شهور او 4 شهور، حاجات كتيرة اتغيرت. هما ريحوا وخدوا راحة كبيرة واحنا دخلنا في الموسمين مع بعض. ماتشات الاهلي دايما بتتلعب على التفاصيل الصغيرة ومين مركز اكتر في 90 دقيقة. ماتش الكاس اللي فات ادانا دفعة معنوية كبيرة لان انت بتلعب على بطولة، تاني حاجة بتلعب قدام نادي كبير زي النادي الاهلي، فده ادانا دفعة كبيرة ان احنا نركز في الماتش ده اكتر وباذن الله نحقق الفوز باذن الله.